أقام حضرة صاحب الجلالة الملك أحمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الروضة مساء اليوم مندوبة إفطار حضرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما حضر المأدبة كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة الذين رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات بحلول هذا الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، ويحقق لمملكة البحرين وشعبها الكريم في عهد جلالته الزاهر المزيد من الازدهار والتقدم والرفعة والرقي. وقد بادلهم صاحب الجلالة الأهل المفدى التهنئة بهذه المناسبة العطرة، شاكرا لهم تهانيهم ومشاعرهم النبيلة، ومهنئا جلالته شعب البحرين الكريم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بوافر الخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسؤدد.